حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. سنناقش فيها تصاعد حالة الانفلات الأمني في العاصمة المؤقتة عدن. تشهد عدن حالة من تصاعد العنف والانفلات الأمني، وتواجه جملة من التحديات والعوائق أمام أداء الأجهزة الأمنية ومهام السلطات القضائية بتثبيت أركان الدولة ومؤسساتها، إذ لا يكاد يمر يوم من دون حدوث عملية اغتيال أو تفجير أو اختطاف تطال مسؤولين أمنيين ورجال شرطة وقيادات في المقاومة الشعبية وشخصيات قضائية. تصعيد أمني مريب هذه المرة في حي المنصورة، أكثر الأحياء التي شهدت عمليات عنف وانتعاش للجماعات المسلحة خلال الأيام الماضية. ما عرف من حيثيات الحدث الأخير حتى الآن هو أن جماعة مسلحة هاجمت قوات الأمن بالتزامن مع اختطاف مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة ونجله. أما ما لا يعرف حتى اللحظة فهو أعظم: لماذا عدن؟ لماذا الآن؟ ومن؟ وماذا بعد؟ أسئلة نضعها على ضيوفنا في حلقة هذا المساء. من عدن الناطق باسم المحافظة نزار أنور، وقائد القطاع الشرقي والشمالي لعدن العميد عبد الله الصبيحي، ومن لندن مدير مركز شمسان للدراسات البرلماني عيدروس النقيب. لكن مشاهدينا، قبل أن نبدأ النقاش نذهب لمشاهدة هذا التقرير. نيران جديدة في ليل مريب تواجهه العاصمة المؤقتة. ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة في سياق المنازلة بين السلطات الأمنية والجماعات العائدة لحجز مكان في فراغ ما بعد الحرب. اغتيالات وتفجيرات وهجمات مسلحة واختطافات، هذه هي الوسيلة اليومية الضاربة في أمن العاصمة المؤقتة. تفيد الأخبار الواردة أن مجامع مسلحة تحاول العودة بالمدينة إلى نقطة الصفر، فمنذ ما بعد التحرير لم يمر أسبوع دون عملية إرهابية، ولم يوفر الانفلات الأمني مواطنين عاديين ولا قيادات أمنية وعسكرية ومسؤولين حكوميين وشخصيات قضائية. آخر الأحداث اختطاف مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة اللواء الركن منصور العويني ونجله في مديرية المنصورة. تزامن ذلك مع وقوع اشتباكات على أطراف الحي نفسه بين قوات الأمن ومسلحين مجهولين، تنفيذا للخطة الأمنية التي أقرها الرئيس هادي مع السلطات الأمنية والقوات المشتركة. بحسب شهود عيان، فإن حي المنصورة أكثر الأحياء انتعاشا للمجاميع المسلحة، وشهد عدة تفجيرات وعمليات إرهابية قدرت بنحو 18 عملية من أصل 33 شهدتها عدن خلال يناير الماضي. في ظروف كهذه وفي توقيت بالغ الحساسية، يسعى الإرهاب وداعمه لإعادة عدن إلى مربع الفوضى، كونها منطلق عودة الدولة إلى البلاد ومقر إقامتها، غير أن الحضور الأمني جدار صلب أمام تحرك الجماعات والفصائل باعتبار أمن عدن من أمن الدولة. إذن مشاهدينا، نبدأ نقاشنا هذا المساء مع الناطق باسم محافظة عدن سيد نزار أنور. مساء الخير سيد نزار. مساء النور أخيك. سيد نزار، لنبدأ من عملية اختطاف مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، هل لديكم معلومات حول الجهات التي تقف وراء اختطافه؟ طبعا أخي العزيز، بداية أحييكم وأحيي قناتكم الكريمة على هذه الاستضافة. أهلا بك. وأتمنى قصة اختطاف العميد صالح منصور، أعتقد فيما سبق من لقاءات كنا ضيوف عن قناتكم الكريمة، نوهنا إلى أمور كثيرة، منها وجود تلك العصابات التي مسيطرة على بعض المناطق المهمة في مدينة عدن مثل مدينة المنصورة وغيرها من المناطق التي تعتبر كانت نقطة انطلاق حقيقية للمقاومة خلال فترة الحرب. نعم. انتشر فيها السلاح ووزع فيها السلاح بشكل كبير، وكان من ضمن الجماعات التي تسلحت وكانت موجوده، تلك الجماعات التي اليوم تقف خلف تلك العمليات. نعم. وراء اختطاف بالتاكيد هي تلك الجماعات التي اليوم تحاول زعزع الامن والاستقرار في عدن، وتحاول ان تعبث الامن واستقرار المواطن وعدم ان تصبح عدن مدينه مستقره وامنه من اجل
مصالح لتحقيق مصالح سياسية لبعض الأشخاص الذين يدينون لهم بالولاء. نعم سيد نزار، تحديدا في المنصورة وفي الشيخ عثمان، هناك كما ذكرت جماعات مسلحة تعمل على زعزعة الأمن، هل عرفتم هويات هذه الجماعات؟ يعني هل هي يعني تنظيمات تتبع للميليشيا الإنقلابية أم أنها تتبع لتنظيم القاعدة أم أنها أم ماذا يعني؟ طبعا عزيزي، طيلة فترة أو فترة اللي سلك عملية تحرير عدن من ميليشيات الحوثي وقوات المقروءة على عبد الله صالح، نعم عملت بعض الجماعات إلى عدم الالتحاق في منظومة الجهاز الأمني والمؤسسة العسكرية رغم القرار الواضح ورغم الدعوات التي وجهت لها من قبل طبعا المحافظ او الرئاسه الجمهوريه او القياده السياسيه والعسكريه ايضا. حاولت القياده السياسيه في العاصمه عدن والقياده العسكريه والامنيه ان تجري عده لقاءات وتقاربات من اجل ضم تلك القوى التي تحمل السلاح اليوم، لكن هناك بعض العناصر من رغبه الالتحاق بالمؤسسه العسكريه والامنيه تحت مبررات عديده من كما يدعون بأنها اليوم القوى الموجودة هي قوى طواغيت أو ما يسمونها هذا الموضوع، لكن في اعتقادي الخاص وفي اعتقادي الشخصي بأن هذه الجماعات تعمل لصالح تلك الميليشيات وهي تتبع أجهزة أمنية سابقة كانت تعمل لصالح المقروء على عبد الله صالح وميليشيات الحوثي. عملت خلال الفترة السابقة أن تضع بصمات من خلال العمليات التي تقوم بها حتى توهم العالم والإعلام العالمي والخارجي بأن تنظيم القاعدة أو توابل أو داعش أو غيرها من المسميات. نعم سيد نزار، يعني هو تحدثت الأنباء خلال اليوم يعني اليومين أن قوات الأمن والجيش عملت على تطويق منطقة المنصورة وأيضا هناك يعني دارت مواجهات، ماذا عن تفاصيل هذه المواجهات؟ طبعا هذه الأمور التي شدت يوم أمس كانت في إطار تنفيذ للخطة الأمنية التي من شأنها أن تأمن الأمن بشكل كامل. تحركت قوات باتجاه مدينة المنصورة لمحاصرة تلك الجماعات داخل المديرية، وإما أن تسلم تلك الجماعات سلاحها وإما أن تلقى مصيرها. نعم وماذا تم؟ لكن الجماعات رفضت التسليم وواجهت وسبقت التحركات الأمنية باستباقها بالشارع في حواري وأزقة المنصورة وفي شرائعها. نعم. واشتبكت مع القوات الأمنية التي كانت قادمة باتجاه المنصورة من عدة محاور. نعم. أعتقد أن الشبكة يوم أمس كانت هي ضمن تنفيذ خطة أمنية تم دراستها من قبل وبالتعاون بالاشتراك مع قوات التحالف وبتوجيه من فخامة الرئيس وأيضا من اللجنة الأمنية العليا. نعم هل نجحت هذه الخطة؟ يعني هل تم إنهاء ما يدور في المنصورة و يعني إيقاف هذه الجماعات أم أن الاشتباكات ما زالت مستمرة ولم يتم التوصل إلى نهاية؟ طبعا أخي العزيز، القوات الأمنية تراعي في حساباتها كثير من الأمور، منها أيضا سلامة المواطنين وأمنهم، وتريد أن تخرج من هذه المعركة بأقل خسائر، وتريد من تلك الجماعات أن تسلم نفسها طوعيا، لكن في الأخير إذا لم تسلم تلك الجماعات نفسها بالتأكيد القوات الأمنية ستتعامل معها بحزم ولن تتركها تعيد في الأرض فسادا ولن تتركها أن تنشر الفوضى في عدن أو في غيرها من المديريات. نعم إذن السيد نزار تكرم بالبقاء معنا، سنذهب إلى ضيفنا الآخر العميد عبد الله الصبيحي قائد القطاع الشمالي الشرقي لعدن. مساء الخير سيادة العميد. مساء النور. سيادة العميد، في ظل تواجد القوات المشتركة والحملة الأمنية الواسعة التي تنفذها السلطات، كيف يعقل أن تتسلسل هذه الهجمات المسلحة وعمليات العنف؟ من أين تتسلل هذه الجماعات المسلحة إلى المدينة؟ لا
والله بالنسبة للجماعة السعودية ربما تدخل بطريقة غير شرعية إلى داخل العدن يعني وفي أماكن يعني في طرق أخرى غير الطرق الرسمية. والحمد لله تم التصدي يعني لبعض الجماعات وحصلت اشتباكات طويلة يعني بين ساعة يمكن تنتهي بالنصف أو واحد ونص إلى قرار في الفجر يعني. نعم. والحمد لله الأمور الآن مستقرة طيبة وبتعارك كل الأمور. نعم، ولكن مرت مدة طويلة منذ تحرير مدينة عدن، لماذا لم يتم تأمين مداخل المدينة بشكل واضح؟ التأمين كما قلت لك المداخل كلها يعني مؤمنة الحمد لله، لكن يسلكوا طرق غير الطرق الرسمية التي تدخل محافظة عدن. والحمد لله الامن يعني وضع خطة امنية وتم معالجة بعض الامور وان شاء الله تستكمل الخطة ويتم يعني تثبيت الامن بعدن على مستوى عالي ان شاء الله تعالى قريبا. نعم سيادة العميد، هل تضع هوية هذه الجماعات الى من تتبع ومن يحركها؟ يعني ما هي هوية هذه الجماعات؟ والله الجماعات احنا نعتبرها جماعات يعني محجوره مدفوعه من ربما النظام السابق او عناصر يعني محجوره طبعا النظام السابق. فالحمد لله على اي كان جماعات طالبه نحن قد ضحينا وناضلنا من اجل تحرير بلدنا من علي عبد الله الصالح والشوفيين. نعم. فنظل نقدم التضحيات من اجل امن الناس وامن المواطن وامن البلد ان شاء الله تعالى. نعم، سيادة العميد، تكررت العمليات الإرهابية التي تستهدف شخصيات مهمة في الدولة ومسؤولين أمنيين في عدن ولا تزال تتكرر، أين دور الأجهزة الأمنية في الحد من هذا وكيف نفهم قدرة الإرهاب في اختراق الحواجز الأمنية وسط الحضور الأمني للسلطات؟ أخي العزيز تعلم أننا نحن الآن في بناء اللبنة الأولى من الدولة إن شاء الله تعالى، وفي مثل هذه الامور طبعا في بدايه الامور يحصل مثل هذه الاشياء، ولكن ان شاء الله في زمن قريب باذن الله يتم السيطره على كل الامور بشكل تام وبشكل يعني كامل. نعم، ولكن سيادة العميد اين يكمن الخلل يعني تحديدا في تسلسل يعني تسلل هذه الجماعات وتحقيقها لاهدافها داخل العاصمه المؤقته؟ احنا لا نقول خلل يعني ربما بعض الترتيبات الذي اخرت وبعض الترتيبات الذي ساعدتهم على عزم على مواصله اسرع عملياتهم الارهابيه، ولكن ان شاء الله الامور يعني بترتب وتوضع على خير ما يرام وسيتم ضبط الامن على مستوى عالي والحمد لله مع الاخ مدير الامن محافظ عدن ورئيس الجمهوريه بشكل عام وزير الداخليه يعني يبذلوا جهود جبارة مع الأخبار داخل نعم. المنطقة جهود جبارة على أساس ترتيب الأمور وإن شاء الله تكون بشكل تام بإذن الله قريب. نعم، إذن سيادة العميد تكرم بالبقاء معنا، نعود لضيفنا الآخر الناطق باسم محافظة عدن السيد نزار أنور. سيد نزار هل أنت معنا؟ نعم، سيد نزار، يعني سبق وأن شهد حي المنصورة بالتحديد عدة هجمات مسلحة وعمليات أمنية، لماذا هذا الحي بالتحديد؟ كما قلت لك أخي سابقا بأن حي المنصورة ومديرية المنصورة كانت هي نقطة لانطلاق قوات المقاومة الشعبية والجنوبية باتجاه تحرير بقية المناطق، لذلك كان عملية تواجد السلاح متوفر بشكل كبير. أيضا لا تنسى أن النظام السابق الذي كان يحكم عدن وغيرها من المناطق كان يعد لمثل هذه الحرب إعداد جيد ومسبق، عمد على توزيع أماكن السلاح، شأن ليس ذلك الأمر قليلا في عدن فقط، شاهدنا ايضا في بقيه المناطق والان نشاهدها حتى في صنعاء توزع الاسلحه ما بين المدارس ما بين المشاكل التي هم يملكوها بعض النافذين
كذلك بأعلن العزيز تم هذه الخطة وضعت بشكل محكم من قبل الجهاز الأمني متمرس ذي خبرة في قيام تلك العمليات. كان هو الخطة ما بالنسبة للقوات علي عبد الله صالح وميليشيات الحوثي باتجاه إعادة الأمن والاستقرار متى ما تم تحرير تلك المناطق. وبالفعل بعد التحرير شهدنا تحرك تلك العناصر والخلايا النائمة باتجاه تنفيذ الخطة البديلة التي وضعتها تلك الأجهزة التي اليوم تواجهها أجهزة أمنية حديثة وطنية تدين بولاء الوطن والله والشعب في مواجهة عصابات تدين بالولاء لمجموعة من النافذين حكموا هذه المدينة قيمة 24 عاما عاشوا فيها بسالم. اليوم ترى تلك العناصر بأنها ستخسر تلك المصالح التي سيد نزار يعني العمليات العسكرية وتطهير المدينة بشكل كامل من هذه الجماعات، هل أنها ستتم في وقت قريب أم أنها ستأخذ مدى أطول، وبالمقابل ستتوسع هذه العمليات بشكل أوسع ومناطق أخرى؟ يعني أخي العزيز طبعا أشرت في سؤالك السابق أو في مقرات وأنا سابقا لأن العملية والجهات الأمنية تحط في اعتباراتها أمور جدا مهمة، منها أن الآن التراب تلك العاصر تتواجد في إطار مجمع سكني هام مزحوم بالسكان وبالمواطنين، تتخفى خلف دروع بشرية أو المساكن البشرية والمأهولة بالسكان. لذلك ستجد التعامل مع تلك العناصر سيكون دقيق ومرحلي الى ان يتم تطهير تلك المديريه كامل وغيرها المديريات منهم. يجب ان يحطوا في اعتباراتهم امور اخرى تتعلق بعدم ترويع المواطن، التعامل الدقيق مع الاهداف والمواقع التي تواجد فيها تلك العناصر. لا يريد الاجهزه الامنيه والقوات الامنيه بان تتسبب بخسائر كبيرة، تريد أن تخرج من هذه المعركة بهذا نعم. الخسائر. وضحت الصورة سيد نزار أنور الناطق باسم محافظة عدن، كنت معنا عبر الهاتف من هناك، شكرا جزيلا لك. نعود إلى ضيفنا الآخر العميد عبد الله الصبيحي قائد القطاع الشرقي الشمالي لعدن. سيادة العميد، هل من إجراءات أكثر حزما وصرامة وأكثر شمولا أيضا لتأمين عدن وملاحقة هذه الخلايا النائمة؟ طبعا نحن نحاول الان ان نبذل جهود يعني جباره حفظ العلماء الدينيين على اساس انه الارشاد لمن اراد ان يرتشد ويعود الى صوابه، وبذلت جهود سابقه ولا زلنا ان شاء الله نبذل، وفي الاخير نقول انه اولادنا نحن نحاول قدر الاستطاع لاننا نسحبهم ونقرهم من هذا الامر. ربما عملوا في مثل هذا الأعمال بظروف مادية أو مثل هذه الأمور، ولكن في ترتيبات الآن بحسب تنقية الآخر رئيس الجمهورية على أساس ضم المقاومة الجنوبية على الوحدات العسكرية والترتيبات جارية إن شاء الله تعالى، ولكن في حالة أنه عزم التوصل إلى جدوى بالحوار بالإرشاد بالأخوة. لكن هناك إجراءات يعني أمنية قاسية على أي شخص يحاول أن يتمرد عن الدولة. نعم، ولكن سيادة العميد هناك من يقول أن توالي العمليات الإرهابية مؤشر على ضعف الجهاز الأمني والمخابرات للسلطات، أو أنه مخترق ربما أو غير موجود أصلا. طبعا ما نقول ضعف، لأن أنا ذكرت لك أنه ما زلنا احنا في بداية المشوار ولبنى الأولى لبناء هذه الأجهزة سواء الأجهزة العسكرية أو الأمنية أو الاستخباراتية. نعم، ولكن هذه الأجهزات هل صارت موجودة فعلا سيادة العميد؟ هذه الأجهزة بما فيها جهاز المخابرات هل صارت موجودة فعلا أم أنها لا زالت قيد البناء؟ لا موجودة، طبعا موجودة، بس طبعا تحصل ترتيبات حتى الآن بعض المباني طبعا بعض المباني فقدت منها بعض الأجهزة أثناء دخول الأسماء الحوثيين وعناصر الفراش، يعني نحن بعدين تنقصنا بعض الأجهزة الخاصة الاستخباراتية، والحمد لله قد ربما توفرت، بس تقرا الترتيبات الناس المتخصصين في حول في هذه الأجهزة والعناصر المتخصصه في الجانب الاستخباراتي والامن السياسي، يعني
بدأت تشكل إن شاء الله تعالى، يعني تترتب الأمور كما قلت لك أننا هنا في مرحلة بدائية الآن، وعن قريب نعم. تشهدون إن شاء الله الأمن والاستقرار داخل محافظة عدن وفي كل محافظة الجمهورية بإذن الله تعالى. نعم سيادة العميد، هل تعولون على التحالف في مواجهة الإرهاب وهذه الجماعات المتطرفة؟ بالنسبة لإخواننا في التحالف طبعا هم ما قصروا في كل الاتجاهات معنا، وإن شاء الله طبعا بيكونوا عونا لها في مثل هذه الأمور بالدعم اللوجستي والدعم المادي وكل الأمور بإذن الله. نعم سيادة العميد، ما أهمية دور المواطنين في معركة مواجهة الإرهاب في هذه المدينة؟ والله المواطنين يبذلون جهود جبارة، ولكن تعرف بعض أحيان الفكر الخاطئ الذي يحملها الشخص لا يؤمن حتى بمنهجية أبوه وأخوه، ولذلك نحن نحاول قدر الاستطاعة أن نعيش المفهوم عند المواطن على أساس نبذل مثل هذه العناصر وحتى تعود إلى صوابها بإذن الله تعالى. نعم سيادة العميد، كيف يمكن تجفيف هذا الفكر المتطرف من خلال خطباء المساجد وأيضا من خلال المدارس والجمعيات وغيرها؟ والله الجهود كما يعني اسماء خطباء الجوامع وقدر المدرسين وجهود جباره تنزل على سطوح المستوى الثقافي، وان شاء الله تعالى نوصل الى تحقيق هذا المفهوم في عقول هؤلاء الناس ويعودون مثل ما اخوانهم عايشين امنين بامان الله داخل بيوتهم وفي بلدهم. اذا سيادة العميد عبد الله الصبيحي قائد القطاع الشرقي الشمالي لعدن، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة عدن، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الكرام، قد سنذهب الآن إلى اتصال آخر مع الدكتور عيدروس النقيب إذا ما تواجد معنا في الحلقة. إذن مشاهدينا سنذهب لمشاهدة هذا الويب أو الفيديو على الذي يظهر يعني على بال ما تجهز الاتصالات لمتابعة هذا الجرافيك الذي يستعرض أبرز حوادث الاغتيالات وعمليات العنف التي طالت عدن خلال الفترة الماضية، ومن ثم نعود لاستقبال الاتصال، وسيكون معنا الدكتور عيدروس النقيب مدير مركز شمسان للدراسات والإعلام، نتابع. مشاهدينا، إذن يبدو أنه تعذر الاتصال بالدكتور عيدروس النقيب مدير مركز شمسان للدراسات والإعلام، وبهذا القدر نكتفي من حلقة الليلة لهذا المساء الذي ناقشنا فيها الأحداث الأمنية في التي شهدتها مدينة عدن خلال الأيام الماضية. وفي الختام لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي عبر الهاتف من عدن العميد عبد الله الصبيحي قائد القطاع الشمالي الشرقي لعدن، وأيضا المتحدث باسم محافظة عدن السيد نزار أنور، والشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام على كرم المتابعة. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله.